اخبار اليوم قالت الليله قمه الطموحات بين الزمالك والاهلي، كارتيرون يحشد القوى الضاربه لدك الحصون الحمراء، فايلر يجهز خطه الفوز والغيابات تضرب الاهلي. دي كانت ابرز المانشيتات اللي اهتمت بيها الصحف المصريه النهارده. واضح زي ما حضراتكم شايفين الكل يتحدث على استعدادات الفرقتين واهميه المباراه. لاحظت ايه؟ كل الكلام ده لفت نظري كلمه مهمه جدا جدا، فايلر الاختيار ليس التشكيل ليس اجباري. كلمه ليها معنى عميق جدا، ولما بيقول لفرقته التشكيل ليس اجباري عايز يقول لهم انا مش معتمد عليكم لاني عندي غيابات، انا معتمد عليكم لاني اثق في قدراتكم لانكم انسب لهذه المباراه. هايل جدا هذا الفكر، هايل جدا هذا التصور والثقه في الفريق. وانا بضم صوتي لصوته ان الاختيار في غيابات، لكن الموجودين دول لما بنقول بمن حضر يمكن السكواد اللي موجود في النادي الاهلي دلوقتي بيترجم هذه الكلمه ترجمه حرفيه. فعلا اي 11 في النادي الاهلي ومعاهم الخمسه التانيين يستطيعوا ان يمثلوا الاهلي احسن تمثيل. يبقى ايه؟ الاراده، اراده الفوز داخل الملعب، والاراده الجماعيه قبل الفرديه. الكلمه بقى يعني الثانيه اللي عايز اعلق عليها، مش فاهم يعني كارتيرون يسعى الى تاكيد التفوق على فايلر اللي هو ايه؟ بس يعني ان انا ادافع واستدرجك لضربات الجزاء مش هتنفع المره دي، ده دوري.